مرحبا، نحن بولاية ميشيغان بأمريكا، وهلا الساعة 4 بعد الظهر يوم الجمعة. سمعنا على الأخبار شو صاير بلبنان، الانفجار الكبير بمنطقة الأشرفية. زعلنا كتير لما شفنا العالم والصور على CNN، على مواقع الأخبارية، على الإنترنت. شي بحزن يعني. بالآخر سمعنا أنه كان الانفجار مستهدف العميد وسام الحسن اللي توفى نتيجة الانفجار هيدا. والحلو موضوع أنه كنا عم نسمع كل العالم على الأخبار، والعالم السياسيين كل واحد طلع لي بخبرية، وكل واحد يطلع يعتذر ويستنكر. تعودنا لهم يعني هول القصة الصراحة. وأنا هون قاعد بأمريكا صار لي 5 سنين، كل ما نسمع خبرية، كل ما نسمع شغلة بيجن قلبنا، تركين أهلنا وتركين عيالنا بلبنان سوا لحتى نجي على أمريكا إنه على أساس حياة أحسن هون. لا مش أحسن حبيبي، نحن مشتاقين لبلادنا وكل يوم ياريت فينا ننزل، بس فينا نخطو هالبلد يلي فيها السياسيين هيدول يلي ما فرقاني معهم حدا، وكل همهم وكل شغلهم بس يقعدوا يستنكروا يعني كل ما يصير حدث وكل ما يصير شيء. والشعب يا حرام، هذا الشعب هو اللي بياكلها على طول بالنهاية يعني. يعني عجبوني كلهم سوا كيف كل واحد يطلع لي ويعمل لي خبرية، وكل واحد بيقول لي نعتذر ونستنكر ونعتذر ونستنكر. بس صدمة على الحال هيدي من أول ما بوع على الحياة أنا بلبنان. العطر على المعطرين يا حرام، على الشعب، على الأبرياء، على الناس يلي هالسياسيين بجروهم مثل المعزة أجلكم. نحن نركض وراهم وننتخبهم كل سنة بنرجع. كرمال شو يعني بالنهاية؟ انه مشان يتعمر لبنان جديد يعني. بعد ان انبسطنا كتير نحن انه نحن هون المغتربين، يعني قد في اهتمام فينا لدرجة عطونا حق الانتخاب. هلا منعولنا اياه، ما بعرف شو، مش فهمان. كل يوم بسمع خبرية يعني ما بعرف، ما بيهمنا اصلا ننتخب حدا بقى، لانه كلهم مثل بعضهم، كلهم اقرب من بعضهم. ما حدا بيهمه الا الكراسي وكيف بده يعبي جيبه، ولا بلاين خبرية الغاز الطبيعي والبترول وما بعرف شو. بالنهاية بس حبيت هيك عزي على الشهداء وأهل الشهداء الله يرحمهم. والسياسيين هيدول، في عنا جمعية اسمها جمعية لعن الموتى الكافرين، وهلأ في عنا جمعية أخت انضمت هي اسمها جمعية موتى بلا قبور. وكل هؤلاء السياسيين، حتى لو إن شاء الله يا رب واحد منكم كان عم يسمعني ويشوفني هلأ، مين ما كان من الكبير للصغير، كل السياسيين بعنا بلبنان كلكم سوا ملعونين. الله يلعنكم، انتو حينيين وانتو عايشين، لانه ما حدا منكم تفرق معه حدا مين عم بيموت ومين عم بيعيش. ما حدا رح يلاقي الا كل واحد لحق لي، هذا بيشتغل مع الفلسطيني وهذا بيشتغل مع السوري وهذا بيشتغل مع الايراني وهذا بيشتغل مع الموساد. كلهم سوا انيك من بعضكم، ما في ولا واحد منكم خرج يكون قائد بهالبلد. وكلكم سوا يلي هن فتحتوا بوابكم، بواب لبنان، صار لبنان مثل الشرموطة أجلكم، ما في زبر إلا ما فايد فيه، وما حدا بيأكلها إلا الشعب. هذا بيشتغل مع هذا، وهذا بيشتغل مع هذا، وهذا بيشتغل مع هذا. صار لبنان مسرح، كل واحد فيش خلقه، وكل واحد بده يعمل له خبرية، بيجي على لبنان ويلا وبيقتل بالعالم. ومين بده يرد هالشعب؟ مين بده يرد هالمدنيين اللي ماتوا؟ مين بده يرد الأهالي؟ مين بده يرد الأولاد اللي ماتوا؟ المهم نحن منفش خلقنا منحكي يعني، بالنهاية في الله وفي هو شايف يعني. وخير عليكم كلكم سوا.